زي ما حضراتكم عارفين الانتخابات بدأت. احنا قضيتنا في موضوع الانتخابات ده مش المنافسة، يعني اقصد في دول تانية بيبقى القضية انك مستني تعرف نسبة مش عارف كام. لا، هي القضية محسومة لأسباب كتيرة لا علاقة باللحظة التاريخية، طبيعة الشخص اللي تولى المسؤولية في أعقاب 30 يونيو، جي على موجة وطنية عالية جدا في وقت كانت البلد يعني في حالة من الفوضى، واللي مش فوضى قريب من الفوضى، فالمنافسة صعبة يعني. من ناحية تانية تقدم بعض أو كاد أن يتقدم بعض الناس المنتسبين للمؤسسة العسكرية للترشح، وأنا قلت حركة قبل من كده موقفي المعلن من 2012 ألا يترشح المؤسسة العسكرية إلا شخص واحد لسبب بسيط. لو أنا مرشح من الجيش، ما أنا من كلية هندسة، كلية طب، كلية أي حاجة، ليه أصحابي ودفعتي ومعارفي ومؤيديني ولا آخر كده هتدخل السياسة الجيش، كده هتعمل مشكلة، في حين أنه في الفترة دي وفي كل حتة في الدنيا ما بيبقاش في رغبة في أن تدخل المؤسسة العسكرية هذه الساحة الانتخابية بما فيها من صراعات ومشاكل. يضاف لكده زي ما حضراتكم شفتم أنه تقاعس كثيرون من اللي كانوا عايزين يرشحوا نفسهم عن أن هم يرشحوا نفسهم مرة تانية لصعوبة المنافسة. يعني خلينا نقول كده الفريق جاي من الدرجة الثالثة أو الرابعة وبينافس مثلا الأهلي ولا الزمالك ولا الفرق الكبيرة ديت، الفجوة هائلة. ففي كل الأحوال احنا بقينا أمام منافسة شبه منعدمة بس أمام مشاركة عالية، ودي على فكرة من الحاجات اللي ممكن تبقى استثنائية شوية في العالم، يعني انك تلاقي المنافسة ضعيفة ولكن في نفس الوقت المشاركة عالية، لان المشاركة مش مقصود بها المنافسة، المشاركة هي رسالة لكل من يتوعدوننا او ينظرون الينا بنظرة سلبية او عايزين يقولك ده نظام الحكم ده ضايع ولا ده الناس دي ما عندهاش شرعية ولا الناس تطلب بحاجات غريبة، يقولك مجلس مش عارف مدني رئاسي وحاجات اللي موضوع يخترعوا ده طول النهار ومن برلمان في الخير. فانت ببساطة مشاركتك يعني انا مش مدرسة انه عدم المشاركة خيانة، لا لا، عدم المشاركة كسل، بس هو في اللحظة دي كسل مضر، كسل بيدي انطباع سلبي لانه في ناس هتترصد بالمسألة وتيجي تفخص تقول لك ايه، تقول لك دول ما شاركوش علشان مش مؤمنين بالنظام او علشان مش راغبين او عشان مكرهين. لا، شارك، خد معك اولادك عشان يتعلموا يعني ايه ان ليهم حق في هذه البلد. ربما الانتخابات دي ما فيش فيها منافسه حقيقيه، بس مين عارف بعد 4 سنين ولا 4 سنين ولا 4 سنين عشان يطلعوا احسن مننا من الاخر كده، عشان يطلعوا احسن مننا.